السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كله حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. شيخ، أريد أن أسألك عن الكلمات الكفرية التي تخرج للموسوس، يعني بسب الله وسب الدين، ما حكمها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.